ايه الهيصه دي؟ النهارده في قبض يا مدام. وايه المشكله؟ الاستاذ علي نبهان بيقول ان هو كتب 4 موضوعات مش 3. قولي له المدام هتشوف الموضوع ده بعدين. في ايه تاني؟ اصلا انا قلت له الكلام ده قبل ما حضرتك تيجي، بس هو ما عجبوش الكلام وقال لي الحق حق. قال لك الحق حق؟ اه والله يا مدام. خلاص ادي له مكافاه الموضوع وقولي له المدام مش عاوز الشغل تاني منك. صباح الخير. ازيك؟ مالك فرحان كده ليه؟ نجحت. بجد؟ بدرجة مقبول بس نجحت. ألف 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 مبروك يا عاطف، ده إيه الخبر السعيد ده؟ لازم بقى أعزمك على العشاء النهارده بمناسبة النجاح. تهاني. أيوة يا مدام. جاتولي المكتب كله. حاضر.